السراج دي دائما من جسم ديال الدبرات يعرض التفويتات، وكان التفويتات هي القضيه الوحيده اللي كاينه في الدار البيضاء. شنو رايك؟ اولا هذه ملاحظه اللي لاحظناها كذلك نحن كاعضاء مجلس المدينه، احنا ماشي ضد مساله التفويتات، قد تكون بعض المسائل ديال التفويتات راه عندها رهينتها وعندها الحجيه ديالها، ولكن باش نغيبوا اكثر من 4 شهور على مجلس المدينه بدون اشغال لجان بدون اي اجتماعات وتجي الدوره ديال فبراير اكثر من نص النقاط هي غير تفويتات، كيطرح سؤال كبير، لان البيضاويين ما محتاجينش هذه النقاط ديال التفويتات، هادو يقدروا يكونوا نقاط داخليه كتهم الخاص بعينه، ولكن الناس راه باغا تعرف مشكل ديال الطرقات، باغا تعرف مشكل ديال المساحات الخضراء، باغا تعرف مشكل ديال تبليط الطرق، باغا تعرف مشكل ديال حديقه الحيوان في عين السبع اللي مازال ما تحلاتش، باغا تعرف مشكل المسرح الكبير اللي باقي فيه مشكل، يعني كاين بزاف المواضيع اللي كتهم البيضاويين وكتهم الحياه، تحسين الحياه المعيشيه ديال البيضاوي للاسف كتغيب على جدول الاعمال ديال هذه الدوره. فيما يخص هذه النقطه ديال التفويتات اللي كاينه في الدوره ديال فبراير العاديه لمجلس مدينه الدار البيضاء، ماشي تفويتات بقع، تفويتات بقايا الطرق، وهي في غالبها غير قابله للبناء، وهذا واحد ثروه ماليه اللي هي غتضر على مدينه الدار البيضاء مداخل. للاسف المدبرين السابقين ما انتبهوش، يمكن كاين انتباه للسيد النائب المحترم السي حسين نصر الله اللي كيدبر هذا القطاع هذا، وبمعيه المكتب المسير والاغلبيه انتبهوا انه هاد البقايا الطرق نديروا لها حل. يمكن انها تكون مطار استغلال من طرف الخواص من طرف المواطنين، ويمكن انها ما كتكونش مستغله، بالتالي البحث في هاد البقايا الطرق يدر على الميزانيه ديال الدار البيضاء اموال، وبالتالي ما نقولوش تفويتات، كنقولوا واحد التدبير معقلا هو بادي الله بدا في اطار الممتلكات ديال جامعه الدار البيضاء. ولكن الثروه الماليه كاينه في الممتلكات، علاش ما يمشيش التركيز على الممتلكات وتتمتي على التفويتات لبقايا البناء كما تقول؟ ولكن نتكلم على بقايا الطرق، هي داخله في الممتلكات الجامعيه الترابيه اضافه الى ممتلكات اخرى اللي يمكن تكون عند الجامعه ديال الدار البيضاء، منها اراضي، منها بنايات، منها مرافق، وبالتالي حنا كنقولوا هاد النقطه هذه كان عليها سكوت او ما كانش ينتبه اليها، المدبر اللي كان المسؤولين الجامعي ربما ما انتبهوش لها او شيء من القبيل. ما كنقولش واحد النسبه ديال 100%، يمكن كانت كتجي بعض النقاط كتجي بشكل اللي هو متقطع وقليل. اليوم كنشوف واحد راه يمكن حنا في اكثر من حوالي 20 نقطه كتهضر على هذه النقطه، هذه كلها تصب في مصلحه الدار البيضاء، لا ماليا ولا تدبيريا، ماشي فقط عندنا التفويتات، كاين عندنا الغاء بعض المقررات المتعلقه بالتعمير اللي كانت خادت سابقا وصححنا فيها الوضع صراحه، بحال النقطه ديال منطقه سباته كان فيها اشكالات اللي هي واضحه، الان بان اننا خصنا نصحوا الوضع، وفعلا فعلا في اللجنه ديال التعمير والبيئه والممتلكات راه تمت المصادقه على تصحيح هذا الوضع. لا هو بالنسبه لنا احنا في اللجنه فعلا ديال التعمير، قبل منا كانت اللجنه ديال المرافق، وفي اللجنه ديال المرافق اكتشفنا على اساس انه كاين واحد العجز كبير في تغطيه المصاريف ديال واحد المجموعه ديال المرافق، وهذا يثقل الكاهل بالنسبه للميزانيه ديال الجماعه. طبيعي على اساس انه المكتب المسير يفكر في انه ينمي المداخل ديالو باش يحاول ما امكن انه يتحمل هذا العجز اللي هو كاين. من بين الاشياء اللي ركزوا عليها بشكل كبير هو عمليه ديال واللي كيشتغل في السي حسين نصر الله اللي مفوض له الممتلكات، كيشتغل بطبيعه الحال على انه يدير عمليه تطهير وعمليه التثمين ديال الممتلكات، ويحاول ما امكن يسوي لها الوضعيه وداك الشيء، ويحاول من خلالها بطبيعه الحال على اساس انه يدخل مداخل مهمه بالنسبه للميزانيه باش تحاول ما امكن تغطي هذا العجز اللي كاين. كاين هذه القضيه ديال بطبيعه الحال غادي في الاتجاه ديال انه يراجع هذا الشيء ديال القرار الجبائي بما يضمن ايضا على انه تكون هناك مداخل اضافيه، اذا هذا الشيء كله جاي في اطار واحد الفلسفه ديال تحاول ما امكن انه نساهموا في التنميه ديال المداخل الدار البيضاء باش نحاول ما امكن انه نتحملوا العجز ونحاولوا ما امكن نتجاوزوا، وفي نفس الوقت نمولوا المشاريع، لان كاين واحد المجموعه ديال المشاريع هي متعطره وكتحتاج بطبيعه الحال على انه تدخ فيها اغلفه ماليه مهمه، وكاين واحد المجموعه ديال المشاريع اللي هي مبرمجه وكتحتاج ايضا على اساس انه كاين هناك طموح كبير على اساس انه بالنسبه للمجلس الحالي يشتغل على انه ينمي
المداخل من اجل بطبيعه الحال انجاز المشاريع اللي تستجيب للحاجيات ديال الساكنه وتنمي المدينه ديال الدارفين.